صورة تذكارية يستقبل الضيف الأول تاعنا المعتز بالورد الوهراني تاع كرم الضيافة. البطلة تسم صدقة، تحية إكرام من طرفكم انتوما. الحفل هذا انتوما اللي درتوه وانتوما اللي كبرتوه بولاد الصحراء وبنت ولد وقرت. إذن يسر جمعية راديوس تتكرم اليوم وتتشرف ولاية وهران باستضافة البطلين وبن حبيب المعتز اللي اليوم بعد ما شفته في خمس ايام، يعني خمس ايام الاخيرة الانجاز اللي حقوه في ولاية جيزل بمناسبة البطولة الوطنية المدرسية، وشتنا كيفاه الوالدين توحهم والمحيط المقرب اجتهدوا في بلدية عمر بولاية تيغورت باش اجتهدوا وداروا لهم هذاك التكريم وهذاك الاستقبال والذي لقى رواج كبير، ولكن نحن تمثيلا للجزائر الكبيرة، للجزائر الحبيبة، ل 58 ولاية اليوم وهران كان لها الشرف باش تستقبل استقبال الأبطال هادو اللي جاوكم اليوم من ولاية تيغورت ومن بلدية عمر، يعني البلدية اللي عزيزة على كل الجزائريين. هما نيابة عنهم ما نقولش أنا خير، نخلي كلمة لهذا البطل باش. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر الله تعالى على هذا التوفيق الذي وفقني إياه، وأشكر عائلتي على دعمها لي ومساندتي لي، وأشكر أيضا الأستاذ الذي كان سندا لي وكان خلفي دائما، وأشكر أيضا الحضور الكرام الذين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صراحة نشكر جمعية الراديوز أولا، ونشكر هذا الجمع الغفير، هذا الجمع الكريم على هذا الاستضافة الأكثر من رائعة لأبطالنا من ولاية تيغورت. هذا إذا دل على شيء إنما يدل على أن الجزائريين مثل الجسد الواحد. يوما يكرم البطلة تاعنا. فرح الصحراء الجزائرية. باسمكم كاع انتم اللي راكم هنا للبطلة قلبي بسم روبلو 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 روبلو
انتم شفتوا كي راهي ثقيله باش ما تقولوش ما مديت لها والو. والله العظيم الهديه تاعكم، هذه الهديه تاعكم كاع انتم ليها، وتاع كاع وهلا وتاع كاع الجزائريين اللي كتبتي يا ديالك مجاهد محمدي. كرم والضيافة لأبناء الصحراء اليوم، راكم شفتوا ضيوف وأبطال ولاية تيغورت في مدينة وهران المضيافة في الجزائر. شفتوا اليوم الاستقبال كبير. مدينة وهران ما يخفالكش في موسم الاصطياف هي قبلة ل 57 ولاية بالإضافة إلى الجالية الجزائرية في أوروبا وفي أمريكا كذلك. اليوم حضروا هنا في هذا المنتزه باش يكرموا ويستقبلوا ويشجعوا هذو الابطال. نقول لكم انتم اولادنا، انتم ابناء الجزائر، هادو خوتكم راهم هنايا، ورانا فرحانين بزاف لي واش قدمتوا. ان شاء الله تنجحوا اولا في الدراسه تاعكم، وتنجحوا ان شاء الله وتمثلوا وتشرفوا الرياضه في ولايه تيغورت والرياضه الجزائريه. جابوا ميداليات في العود الريفي مؤخرا في ولايه جيجل. التكريم والاستقبال كان كبير في ولاية ورقلة في البلدية تاعهم بلدية عمر، ولكن اليوم كان الكرم والضيافة للجزائر عامة. نشكركم ونتمنى لكم إن شاء الله النجاح. مادي العداء تاعو كاعترافا لما قدمه لها من وقت، ومن تخطى كذلك. والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأستاذ شاشة إبراهيم مدرب ألعاب القوى للنادي وفاق بلدة عمر. على كل أصالة عن نفسي وسكان بلدة عمر وبلدة ولاية الحبيبة ولاية تيغورت، نشكر جمعية راديوز وسكان وهر الباهية على هذه الاستضافة وهذا التكريم. صراحة يعني التكريم كان في المستوى، والحمد لله هذا يدل على تكافل الشعب الجزائري، والحمد لله الجزائر كل بخير ان شاء الله. ترمينا هذا الاستاذ، شكرا باسم كاع الحاضرين هنا تحت تشويقاتكم الحارة. الله يكرمك، الله يكرمك. احنا عرفنا نفسنا هذا السيد من واتسو. من واتسو. اسمك الله؟ عمري بشير. تحياتنا لواتسو والصعود تاعو من القسم الاول. تصفيقة حرة لسه. صلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق المرسلين. معكم الرياضية قاضي بلسم من ولاية تيغورت بلدية بلدة عمر. ألعب في ألعاب القوى الأتليتيزم. عندي اختصاص قفز طويل والقفز الثلاثي و 80 متر حواجز. تحصلت على ميدالية برونزية في 80 متر حواجز، ميدالية أخرى برونزية في قفز طويل. نشكر الله تعالى على توفيقه، نشكر والدي على تشجيعهم ووقوفهم معي، نشكر الأستاذ شاشة إبراهيم المدرب الحالي. الحمد لله الجزائر مليحة، وراني حسيت روحي فيك شغل في داري. الحمد لله على كل الاستقبال وتحية الجزائر. نشكر كل شعب وهران اللي ساندنا، وهذا الحفلة عجبني بزاف ومليح، وشكرا راديوز، شكرا لكم كاع. المتحصل على الميدالية الذهبية في الأولمبياد المدرسية في القفز الثلاثي، والمتحصل على الميدالية الفضية في القفز الطويل. نشكر الله تعالى على هذا التوفيق، على هذا التوفيق الذي وفقني إياه، وأشكر والداي اللذان كانا سندا لي وكانا داعمين لي، وأشكر أيضا الأستاذ إبراهيم شاشة إبراهيم شاشة على دعمه لي ومساندته لي، واشكر ايضا الشعب الوهراني على ضيافتهم وكرمهم، واشكر باسم اولاد الصحراء وباسم ولايه تيغورت اشكر جمعيه راديوز وجميع الحاضرين الذين حضروا لهذا الحفل والتكريم الرائع. شكرا راديوز على هذا الاحتفال الرائع والجميل. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.